بسم الله وبارئنا الروح القدس الله الواحد امين. تحل اعلان نعمته وتدوم فينا بركته من الان والابد امين. نكمل مع بعض تاملاتنا في انجيل معلمنا لوقا. وصلنا لاصحاح 19. المره اللي فاتت ختمنا بالمعجزه اللي ربنا يسوع المسيح عملها مع شفاء الاعمى, و هنبدا في اصحاح 19 بلقاء مهم قوي من عدد 1 لعدد 10, وهو اللقاء مع زكا. ثم دخل واجتاز في أريحة, وإذ رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا, وطلب أن يرى يسوع من هو, ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة, فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. طبعا ربنا يسوع المسيح ماشي في طريقه لأورشليم, فعد إلى أريحة حوالي ناس كتيرة قوي وجموع كتيرة, وطول ما ربنا يسوع المسيح ماشي عمال يعمل معجزات ويشفي ناس, فطبعا الجموع عمالة تتزايد حوالين ربنا يسوع المسيح. فيحصل هنا بقى اللقاء غريب قوي. مين زكا دون؟ زكا ده رجل عظيم قوي, يعتبر من أغنى أغنياء أريحة. ومعنى اسمه كلمة زكا جاية من كلمة زكي, يعني إنسان زكي. وظيفته كانت وظيفة صعبة قوي, إن هو رئيس العشارين. إحنا عارفين العشارين هم إيه؟ الناس اللي بيجمعوا ضرائب. والعشار دون في نظر اليهود يعتبر عميل الدولة الرومانية, لأنه إيه؟ بيتواطأ معاهم وياخد فلوس من اليهود. مش بس كده, هو بيدفع عن منطقة أريحة مثلا أو عن القرى اللي حواليها ويبدأ يلم الضرائب دي من الناس بإيه؟ بزيادة طبعا. فبالتالي شخصية مش محبوبة ومكروهة من اليهود, وفي نظرهم إن هذا الإنسان خاطئ. طبعا زكا ده كان إيه؟ مش عشار بقى, ده كان رئيس العشارين, يعني من ليه مكان أكبر, لأن تحت إيده مجموعة من العشارين وهو المسؤول إن هو يجمع منهم. فطبعا لأنه إنسان بهذا الشكل, فبالتالي يتسم إن هو إنسان إيه؟ قلبه ناشف قوي, صعب, ما بيرحمش, ياخد أي حاجة. ممكن بيبقى معاهم ساعات سلطان من الدولة الرومانية وعساكر عشان خاطر يجمعوا الضرائب بالعافية وبالعنف, وممكن ياخدوا حاجات من البيت وهكذا يعني. فطبعا معناه ان هو رئيس العشارين يبقى انسان غني قوي, طماع جدا, قاسي جدا في معاملته مع الناس. ولكن هذا الانسان بالرغم من هذه الصوره اللي معلمنا لوقا بيوصفها او بيرسمها لنا حكم ان هو رسام يعني, لكن يوصف لنا كمان ان هذا الانسان طلب ان يرى يسوع من هو, سمع عن المسيح. واضح ان هو انبهر من كلام المسيح, سمع عن تعليمه, عن معجزاته وعن عظاته, فاشتاق ان هو يشوف مين هو هذا الانسان. طبعا في دماغه ان هو طبعا انسان له مكانه كبيره قوي, فممكن ان هو يدعوه يعني يغلي بفلوسه ويجيبه يعني, لكن الحقيقه الانسان ما فكرش كده. هذا الانسان هنشوف كده كمان شويه من اتضاع هذا الانسان ان هو نفسه يشوف المسيح. وده يبين قد ايه ان بالرغم الصوره اللي هو عايش فيها دي, الا ان هو ما عندوش راحه وسلام وفرح داخلي نهائي, مع انها صوره ممكن اي حد يشتهي ان يكون فيها, معاه فلوس كتيره, معاه سلطان, معاه كل حاجه الدنيا كلها ممكن هي تشتهيها في صوره هذا الانسان. ولكن كان مشكله ان هذا الانسان عنده عاهه في جسمه. ايه هي العاهه دي؟ انه كان قزم كده, قصير القام. تخيلوا بقى الحاجه المزعجه دي هي اللي هتكون سبب في خلاص نفس هذا الإنسان, لم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة. طبعا الناس معدية وإنسان قصير وغزم كده هيعدي زي وسط الناس دي, مش هيشوف المسيح. فطبعا بقى في قدامه الصعوبة, هيتقابل إزاي مع المسيح؟ هيشوفه حتى من بعيد إزاي؟ أحيانا يكون الإنسان نفسه يتقابل مع ربنا لكن في حواجز موجودة. إذا كان هذا الإنسان عنده الحاجز ده إن هو كان قصير القامة, وطبعا الناس وسط الزحمة ما حدش بيشوف حد, ما حدش بيساعد حد. ولكن هذا الإنسان استخدم المشكلة والإعاقة الموجودة دي أو المعوق الموجود ده عشان يتقابل مع المسيح, إنه يبدأ يفكر بحاجة إيجابية, إزاي أقرب وأشوف المسيح,
اوقات كتيره واحنا عندنا بتكون معوقات ان احنا نتقابل مع المسيح. بسبب ايه؟ بسبب حاجات مختلفه. ممكن احيانا بسبب واحد حاسس ان هو مكانته ما ينفعش، يخجل ان هو يخش يقدم توبه او يعترف عن خطيه قد تكون مخجله، او يقول ازاي اقول كده وانا في السن ده، او انا في المكانه دي ازاي اعترف بحاجه زي كده، ده اعاقه مش عارف يتقابل مع المسيح. احيانا يكون انسان يقول لك انا في المكانه الفلانيه دون، ويعني هتقابل مع ربنا ازاي، والناس اللي حواليا دول اقل مني علميا واقل مني اجتماعيا وكذا، فيقعد يحط شويه ايه حواجز بينه وبين المسيح، فبالتالي مش عارف يتقابل مع المسيح. فاحيانا ممكن تكون الاعاقه داخليه ان الانسان شايف نفسه بهذا الشكل، واحيانا تكون اعاقه خارجيه الناس اللي حواليه بقى يعملوا ايه، يحبطوه، يا لسه هنروح وهنعمل، طب خلاص خلينا وقت تاني، جو ساقع الدنيا بتمطر اي حاجه يعني. فتلاقي ايه نسمع ساعات اصوات ايه محبطه كتير قوي. عشان كده عارفين في مقوله مشهوره كده يقول لك الانسان الكسلان معمل الشيطان، يقول لك الشيطان يستخبى فين؟ سمعت المقوله دي قبل كده؟ يستخبى تحت المخد. يعني مع الانسان اللي ايه، مع الانسان الكسلان اللي مش عاوز يجتهد عشان يتقابل مع المسيح. طب عمل ايه ذاك بقى؟ يقول فركض متقدما وصعد الى جميزة لكي يراه، لانه كان مزمعا ان يمر من هناك. قال طب اتصرف ازاي؟ اول حل جه في ذهنه قال خلاص اجري. تخيلوا، تعرفين طبعا واحد بغني بهذا الشكل بيمشي لابس لبس ايه فخم جدا، وبما انه معروف ان هو رئيس العشرين فله موكب، يعني ليه منظر كده وهو ماشي في الشارع يعني. ما هموش كل الكلام ده، لا شكله ولا حاله ولا مستواه ولا لبسه، طلع يجري زي ما الناس بتجري في الشارع. مش بس كده، ده يتقابل على شجره جميزه. شجره جميزه على فكره يمتاز ان هو شجر ضخم قوي وكبير. مننا جه رحله القدس معانا في هناك شجره زكه، ما زرناها شفنا قد ايه شجره ضخمه جدا جدا وتعيش فترات طويله قوي. فجري وصعد على الشجره دي، وقد تكون طبعا منظره وسط الناس اللي بيعمل كده حركات العيال يعني، ما هموش الكلام ده كله ولا المنظر ده كله، لكن كل ما في ذهنه كيف يرى المسيح حتى ولو ايه، ولو من بعيد. طبعا ده يقول اذا كان الواحد عاوز يتقابل مع المسيح لازم هيقدم تنازل ولو بسيط، لازم في حاجه يسيبها، زي ما حصل مع الشاب الغني اللي قال له طب اعمل ايه عشان اوصل للسماء، يعني اتقابل مع ربنا ازاي، اوصل مع ربنا ازاي. قال له طب الوصيه؟ قال له عارفها. قال له طب فاضل لك حاجه، ممكن تتنازل عن حاجه واحده، حاجه واحده شغلاك مكتفاك كده. هو هذا الانسان عمل كده الحقيقه. عشان كده بان قوي هنا ايمان زكى بالمسيح. بان ايمانه فين؟ ان عاوز يجري يتقابل معاه، يسعى ويجري ان هو يوصل ويتقابل مع المسيح. مش بس كده، ده انسان متضع قوي، قال مش مهم اي حاجه في الدنيا، مهم ان اعرف اطلع واشوف المسيح. تنازل عن مكانته وشكله وسط كل الناس. كمان جاهد قوي عشان يخش وسط الجموع دي كلها. في مره في انجيل معلمنا مرقس اللي درس معانا، معلمنا مرقس يقول لك وكان لا يسع ولا من حول الباب. لما كان المسيح جوه بيت الناس مش عارفه توصل من كتر الزحمه. طب في الشارع نفس الكلام، ده كان بس لما قعد كان في 5000 ما عدا النساء والاطفال اللي اشبعهم. شايفين الاعداد ضخمه جدا ازاي؟ فازاي يعافر هذا الانسان ويجاهد وسط الجموع دي ويعافر ويزنق في ده ويسند على ده عشان يطلع على شجره ويتقابل مع المسيح. عشان كده زكا ده كان يرمز للناس اللي غرقانة في حياتها ومشغولة عن ربنا، غرقانة بحياة شرور كتيرة قوي، لكن دايما جواهم صوت ان مفيش راحة ولا في سلام. لا سلام قال إلهي للأشرار، لسه في حاجة ناقصة. ففي صوت موجود جواهم باستمرار نفسهم يتقابلوا مع المسيح. في صوت عمال ينادي الإنسان من جواه، امتى بقى تتحرك وتيجي تتقابل معايا. عشان كده لما الانسان يبدا يركز للصوت اللي موجود ده يعرف يتقابل مع المسيح. معلمنا بولس يقول في عبرانيين 13 ايه حلوه قوي، يقول لك ايه؟ يقول لك اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الاسخاط. يعني ايه؟ يعني ربنا عمال ينده ويسعى ويشد كل واحد بطرق مختلفه، بانواع وطرق مختلفه، هكذا الله ينادي كل واحد. لكن كل واحد بيتجاوب للصوت ده ازاي؟ كل واحد بيتشد للصوت ده ازاي؟ واحد يشوف موقف صعب قوي، واحد يشوف او يدوق كده يفكر ربنا عمل معاه موقف وشده وجذبه اليه.
واحد تاني يحصل عنده واحد عزيز عليه سافر السماء. طب ما كل دي أشكال وطرق الله يعمل إيه؟ ينادي بها الإنسان. لكن اليوم إن سمعتم صوته إيه؟ معناه بقى قوم وفوق فرصة. أوقات كتير قوي لما نطلع بعض الخرجات لما كنت حد حاجز قاعة ونطلع نقول كلمة تعزية أو نعزي الناس، ساعات نقف نقول كلمة كده 5 7 دقايق 10 دقايق، يعني حاجة فيها تعزية بسيطة، تلاقي الناس قاعدة إيه؟ كل واحد منشغل، عمال يكلم مع اللي جنبه ويجيب في سيرة ده ومين جه ومين ما راحش. أنت واخد بالك أنت قاعد فين؟ الجو اللي أنت قاعد فيه هدفه إيه؟ أنت جاي تعمل إيه؟ جاي تجامل ولا جاي فعلا تتعزى وتعزي؟ ولا جاي فعلا تسمع رسالة من صوت ربنا عشان يقربك ويشدك تاني ليه مرة تانية؟ هكذا صعد زكا على الجميزة. الجميزة دي يقولوا الآباء إنها تشير للصليب. يعني معناها ايه؟ معناها ان عشان توصل للمسيح في شويه تعب، في شويه الم، خشبه معناها ايه؟ خشبه الصليب. فمعناها ان في شويه تعب عشان تتقابل مع المسيح، عندك استعداد تتعب بهذا التعب البسيط؟ وثق ايضا انه كلما زاد الصليب، حتى لو الصليب تقل هناك قيروانيا يحمل معاك الصليب، فربنا مش هيسمح الصليب يزيد زي ما انت متخيل، بس ولكن لابد ان هناك يكون هناك صليب ليه؟ عشان تتبعني، عشان تمشي معايا، عشان تشوفني وتتقابل معايا. كمان يتأملوا الآباء يقول لك الصليب ده كمان يشير إلى إيه؟ يشير كمان هذا الصليب إلى الكنيسة. يعني إيه يشير إلى الكنيسة؟ يعني الإنسان اللي ماسك في المسيح، اللي عاوز يتقابل مع المسيح، هيجي كل وقت يتقابل معاه وهيتقابل مع أسرار الكنيسة. فهيعرف يتقابل مع المسيح إذا كان في سر التوبة والاعتراف، هيتقابل مع المسيح فاتح حضنه عشان يقبله معاه. إذا كان في سر الإفخارستية هيتحد بالمسيح. إذا كان في المعمودية هيتولد ولادة جديدة. فيقول لك الكنيسة كمان هي تشير إلى هذه الجميزة اللي الإنسان بيصعد عليها عشان يتقابل مع المسيح. طبعا هيتقابل معاه إزاي؟ إنه يبدأ يسيب بقى الكنيسة. تعلمني كده، اترك كل مالك او اترك الشباك او اترك وتعالى اتبعني. هكذا كان الانسان الغني كان يريد ان يتقابل مع المسيح، لكنه ما استفادش من هذا اللقاء، بعكس زكا اللي استفاد من هذا اللقاء. ياما مواقف بتحصل كتيرة قوي وربنا يبقى هدفه منها ان احنا نرجع ونقرب ونشوفه ونتقابل معاه، لكن مش كل الناس ايه بتستفاد منها. زي مثلا ظهور العذراء اللي حصل أكتر من مرة. هل كل الناس اللي حضرت شافت الظهور، وهل كل اللي شاف الظهور تغير وتقابل مع المسيح، ولا الواحد فضل زي ما هو وطلب أن يرى يسوع من هو؟ عايز يقول كده معلمنا له أن كل ما الإنسان ياخد خطوة واحدة لقدام، هيبقى الإنسان مش عاوز غير أن هو يتشد أكتر لقدام، يمشي أكتر، نفسه مش بس يكتفي بالشيء القليل، لا ده يتقابل مع المسيح. طبعا لم يمكن يتخيل زكا أن المسيح هيخش بيته، ده ناس نفسه بس إيه يشوفه من بعيد ويمشي. زي مين مثلا؟ زي موسى النبي. شوفوا موسى النبي وعلاقته مع ربنا كان شكلها إيه. موسى يعني كان كليم الله، يعني كان يكلم الله موسى كما كان يكلم ايه الرجل صاحبه، وكان يطلع يتكلم مع ربنا. بالرغم من كل ده موسى يقول له يا رب ليه طلب عندك؟ قال له يا موسى عاوز ايه؟ يقول له خروج 33 اريني مجدك. يقول له يا موسى صعب، لا احد يراني ويعيش. كل ما الانسان ياخد خطوه لقدام لا يكتفي، يجي فيلبس يقول له ايه؟ يقول له ارينا الاب وكفانا، من كتر كلامك عن السماء نفسنا نتقابل مع الله وجها لوجه. ساعتها ربنا يسوع قال له انا معكم ولم تعرفني فيلبس، من راني قد راى الاب. نفس الكلام مع معلمنا بولس الرسول. معلمنا بولس الرسول يقول كده هو اننا ننظر الان في مراه في لغز، ولكن حينئذ ايه؟ وجها لوجه، نفسنا في اللحظة اللي احنا نتواصل فيها عشان نكون مع ايه؟ مع ربنا وجها لوجه. طب تعمل ايه معلمنا بولس؟ قال اكمل واسعى واجاهد على قد ما اقدر. يجي في فيليبي يقول كده اني محصور بين اثنين، لاشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذلك افضل جدا، او ايه او افضل في الجسد، لكني الزم لاجلكم. لسه ربنا قال لي لسه شويه، ولكن انا من جوايا نفسي اتقابل مع المسيح واكون معاه على طول. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك.
الجموع والهيصة الموجودة دي كلها لم تشغل نظر ربنا يسوع المسيح عن إن هو يتقابل مع مين؟ إن هو يتقابل مع زكا. لأن ربنا هدفه الأول والآخر هو إيه؟ هو بيدور على الناس دي البعيدة دي المنطورة في كل حتة ومفيش حد يعرفهم ولا بيسأل عنهم. مش بس كده، النفوس اللي عندها بداية استعداد للتوبة ربنا يروح لحد عنده. شوفوا قد إيه؟ ساعات الواحد يقول هو مين يا رب اللي المفروض يبدأ؟ أنت قلت ارجعوا إلي أرجع إليكم، طب مين اللي المفروض يبدأ؟ أنت خد أول خطوة وشوف ربنا يعمل إيه، زي الابن الشاطر كده، فاكرين لوقا 15؟ لما عمل إيه؟ بدأ أن هو ياخد خطوة وعاوز أن هو يقرب للمسيح. فعمل إيه؟ رآها أبوه من بعيد، هو اللي ركض ووقع على عنق وقبله، هو اللي جري لحد عنده. نفس الموقف بالضبط هنا ربنا يسوع عمل كده، وقف هذا الموقف كله وبعدين راح للبعدين، راح لهذا الإنسان وقال له تعالى انزل عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر أتقابل معاك. عشان كده ربنا بيقدر قوي كل تعب حتى لو بسيط، كل جهاد حتى لو بسيط الله يقدره جدا. ساعات الواحد يحبط يقول له وانا عملت ايه، وانا كل ما عافر واعمل كذا انا مفيش فايده فيا. يقول لك لا، مين قال كده؟ ده ربنا بهذا الشيء البسيط ربنا يعمل ايه؟ يقدره جدا. مجرد ما فكر بس زكا انه يطلع على الشجره، قال له ده انا هديك ما لم تراه عين، ما لم تحلم بيه، يعني هاجي بنفسي واكون عندك في البيت. وكان كده ربنا يسوع عايز يقول لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالون. نفسك فيا زكا تتقابل معايا؟ طب ايه رايك بقى مش عن بعد، ده انا هاجي واقضي ليله كامله معاك، وهاجي واخش واتعشى في بيتك في هذا اليوم. عشان كده احنا في افصاليه يوم الاثنين نقول حاجه ربع كده جميل قوي، نقول يا رب يقوم حولك الشيروبيم والسرافيم ولا يستطيعون ان ينظروك. شوف الملائكه قاعدين نفسهم يتقابلوا معاك وينظروك، لكنهم ما يقدروش. ليه؟ بيغطوا عينهم بجناحاتهم لانهم ما يقدروش يشوفوا مجد وبهاء عظمه الله. لكن احنا نقول علينا ايه بقى؟ ونحن ننظرك كل يوم على المذبح ونتناول من جسدك ودمك الكريمين. ياه، ده انت مدينا رب نعمه لقاء لينا كل شويه وكل يوم على المذبح. في القداس الغيراوري قبل كلمه قبلوا بعضكم بعضا كده، يجي الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا ويقول ارفعوا اعينكم لتنظروا جسد ودم عمانوئيل الهنا موضوعان عليه. تعالى النهارده فرصة ان انت تشوف المسيح، تتقابل معاه. مش بس هتشوفه، لا ده انت كمان هتتحد بيه كمان اتحاد كبير قوي. طب زكا هنا بقى لما سمع الكلمة دي عمل ايه؟ الموضوع اختلف خالص. قال فأسرع ونزل وقبله فرحا. يعني فرح جدا زكا، حاجة فوق ما يتخيل. تخيلوا واحد بقول له خد حاجة بسيطة، نفسه يعني يأمل ان هو ياخد شيء بسيط، يلاقي ان هو بياخد حاجة لم تخطر على قلبه أبدا. وهكذا بركات رؤية الله، مجرد ما حاول بس عشان يتقابل مع المسيح ربنا يعطي فرح غير عادي لهذا الإنسان. زي ما قال في يوحنا 16 بالضبط، الآن عندكم حزنا لكني سأراكم أيضا فتفرح أنفسكم أو قلوبكم، ولا ينزع أحد أيضا فرحكم منكم. فكانت استجابة زكا هنا هو كان ليها ثلاث أفعال سريعة قوي. أول فعل عمله إيه؟ قال إيه؟ فأسرع. أسرع يعني إيه؟ انتهز الفرصة، انتهز الفرصة عشان ينزل يتقابل مع المسيح. فكرني بالموقف بتاع عشاء المدعوين، لما ربنا يسوع دعا تلاميذه كل واحد عمل ايه؟ او دعا الناس، كل واحد بدا يعتذر. قال له لا انا حقيقه مشغول، انا لسه عريس جديد، انا لسه شاري ازواج بقر، وهكذا. كل واحد بدا يقدم ايه؟ اعتذارات. الا هذا الانسان اسرع. اسرع يعني انتهز الفرصه. يعني لما تلاقي في فرصه روحيه ما تفوتهاش، لما تلاقي في فرصه روحيه وعندك امكانيه انك تروحها او تحضرها او 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 تقعد مع ربنا فيها ما تفوتهاش. ساعات يقول لك ايه؟ طب الدنيا كلها نزلوا، كله بينزل الصبح ويسيب البيت وانا قاعد مش بعمل حاجه. طب ما دي فرصه هتعمل فيها ايه؟ فرصه تقعد تتقابل مع المسيح. وهكذا اسرع. الفعل الثاني عمل ايه؟ نزل. نزل يعني قرب، يعني خد خطوه قدام. ساعات يجي فكر كده لينا واحنا بنصلي او بنعمل شيء، يروح يقول لك طب ما تصلي مزمور كمان، اما انا عندك وقت النهارده وما راكش حاجه. تقول لا عايز اخلص اللي ورايا. طب خلاص انت حر، ربنا بعت لك ايه؟
هذه الدعوة انزل، لكن انت مش عاوز تنزل. فإيه اللي يحصل؟ هذا الباشن أو الحماس ان انت عاوز تعمل ده ماله؟ هيروح مع الوقت من غير ما تحس بيه. عشان كده ربنا يقول ارجعوا إلي يكون رب الجنود فأرجع إليكم يكون رب الجنود. خد خطوة وشوف ربنا هيعمل إيه. فأسرع ونزل. وإيه تاني؟ ثالث فعل إيه؟ وقبله فرحا. يعني الاستجابة اللي حصلت دي خلت زكا يتحول من الحالة اللي هو فيها، حالة عدم الفرح وعدم الارتياح مهما كان عنده وي 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 كل الكلام ده ما كانش مديله فرح ولا سعادة، عايش في غنى بياكل يشرب، هو عاوز ليه سلطان من كل الناس اللي حواليه انه ياخد فلوس من الناس. طب وبعدين وصلت لايه في الاخر؟ هل الفلوس دي ادتك الشبع اللي انت عاوزه؟ الحقيقه لا، ادتك فرح او سلام ولا حاجه، ده عملت مشاكل بينك وبين الناس وعملت حبال طويله قوي. ليه؟ عشان في محبه مال ويبرر لنفسه. طب ما انا بتعب برضه لازم اخد حقي من الناس. كل واحد هكذا يبرر لنفسه. لكن لأنه استجاب هنا ونزل وبدأ يتقابل مع المسيح، فحصل نوع مختلف من الفرح غير الفرح المادي اللي موجود في الدنيا اللي هو كان بياخده. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين أنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. طبعا زكا في نظر كل الناس كان يرمز لإيه؟ للشر. الشر اللي موجود في المدينة، الإنسان القاسي الصعب اللي بياخد فلوس الناس وهكذا. فالناس استغربت قوي لما لقت المسيح بيتعامل مع إنسان زي ده. في نظرهم إيه؟ ده إنسان يعني المفروض نسيبه هالك، يعني إنسان بالتأكيد ماله خلاص ضايع، يعني ما حدش بيحب يتعامل معه. لكن المسيح على العكس عاوز يوصل الرسالة إن الناس اللي في نظرك بعيدة دي زي ما أقول هيقول لهم في الآخر كده جاء يطلب من هلك. فنظركم ان هو هلك، لكن هو فنظر المسيح لسه ربنا مديله فرصه للتوبه. طب ده انسان سمعته وحشه قوي، ربنا يسوع المسيح ما تفرقش معاه. عشان كده لما كانت من ضمن التهم اللي كان يتهم بها ربنا يسوع لما كان بيتكلم عن يوحنا المعمدان في متى 11، قال لهم ان يوحنا المعمدان جالكم في صوره انسان ناسك وانسان يلبس وبر الابل، مع ذلك رفضتوه. طب جاء ابن الانسان ياكل ويشرب، يعني بيشارك الناس في طبيعتنا يعني، فتقولون هوذا انسان اكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاه. الخطاه مقصود بها هنا الزناه، لانه كان يجتذب مين؟ زي المرأة الخاطية وهكذا. والحكمة تبررت من بني هاي، يعني اتهم المسيح ان هو ايه؟ محب للعشارين. هكذا شعور الانسان اللي عاوز يتقابل مع حد ويشده للمسيح، ما تفرقش معاه بها اي صورة ولا اي منظر، الناس هتقول عليه ايه؟ مش مهم. هيفضل يشتغل والناس تتهمه اتهامات صعبة قوي، مش مهم. لكن همه ايه؟ خلاص كل واحد وخلاص كل نفس، ازاي النفس دي تتقابل مع المسيح؟ حتى لو قابلت اتعاب واتهامات والمات مش مهم، لكن الناس دي هتوصل للمسيح. فكرني الكلام ده بقصتين. قصة بتاعت ابونا يوسف اسعد لما سمع عن انسانه ماشيه سيره غلط قوي، وكان شارع الهرم، شارع اسمه ايه دون اللي في وسط البلد المشهور ده، شارع محمد علي اللي كان مشهور ده، كان يعني شارع سمعته سبقاه يعني. فبدأ يروح هناك عشان يفتقد إنسانة بدأت تمشي غلط وياخدها من بيت للخطية. الناس قعدت تبص مين أبونا اللي معدي في الشارع ده مين أبونا اللي طالع البيت ده؟ عند فلانة فوق، ياه حتى أبونا كمان برضو يعمل زي الناس. الناس قالت عليه كلام كتير، ولكن هدفه كان إيه؟ يخلص هذه الإنسانة من هذا المكان. ونفس القصة مع الأنبا سراون أبو طرحة، حتى لدرجة أن الإنسانة دي يعني من كتر ما كانت إنسانة يعني صعبة قوي، فقالت له خلاص ده أنت بقى لازم تبارك البيت. أبارك إيه؟ ده بيت خطية، والبيت ده يتبارك إزاي؟ قالت له خلاص لازم تقعد وتاكل معانا عشان البيت يتبارك، وكان وقت صوم. لكنه قصر هذا الصوم من أجل هذه الإنسانة وأخذها، ورجع وقف مكسوف قدام ربنا يقول له رب معلش سامحني أنا أكلت فرخة ولا أكلت بطة، ولكن جبت لك إيه النهاردة؟ خروف، مش ده الخروف اللي أنت بتدور عليه. فوقف زكا وقال للرب ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أربعة أرد أربعة أضعاف. على فكرة محبة المال من الحاجة الصعبة قوي إن الإنسان يقدر يتخلى عنها.
مش كده؟ لو واحد متعود ان ياكل حاجه معينه في اوقات معينه او يعيش عيشه معينه صعب قوي يتخلى عنها. فاكر لما كان معانا خدام زمان لما كنا نطلع المصايف بتاعه المهنيين والحرفيين والناس دي، فكان في عيشتهم عيشه يعني مرتاحه قوي يعني، فكانهم يطلعوا معانا يتنازلوا عن حاجات كتيره قوي، يناموا في خيم مقطعه ويناموا على الرصيف. فمره حد كده جاب معاه سليبنج باك كده اللي بيناموا بيها دي في الهواء وبتاع، فطبعا دي كانت بالنسبه للمستوى الموجود ده واحد اجنبي طالع معاهم يعني، لكن هو على قد ما قدر نزل لمستوى بس ما قدرش ينزل اكتر من كده. لكن كانت تعاملاته وسط الناس دي كانت تعاملات رهيبه جدا، لدرجه كانوا يحبوه جدا كانه انسان ايه؟ عايش معاهم. كانه انسان عايش معاهم. عشان كده حته التنازل دي عن المستوى او الجزء المادي ده خطير، دي بتبقى صعبه قوي. عشان كده ربنا قال ايه؟ قال لا يمكن ان انسان يخدم سيدين، تكون مسيطره على الانسان كانها سيد عليه. زكى بقى هنا علامة التغيير هنا كانت علامة غريبة جدا. طبعا عبر عن استجابته للمسيح وعبر عن فرحته بدخوله للمسيح جوه بيته وأعاده كمان معاه ويبارك بيته ويأكل معاه. قلبه ده اتحرك بالتوبة، قال له رب خلاص مش أنا مش همشي في سكة غلط تاني. طب قال له إيه؟ قال له هيوزع نص أمواله للمحتاجين. مش بس كده، ده كمان أي إنسان ظلمته أرد له أربعة أضعاف. التوبة في مفهومها مش بس مجرد إقرار بالخطية وإني أبطل أعمل كده، ده جزء كويس جدا، ولكن في جزء تاني مهم هو إيه؟ تصحيح الغلط اللي أنا عملته. يعني إنسان أخذ حاجة مش بتاعته، الصح إيه؟ يجي يعترف وخلاص؟ لا، يحاول يرجع هذا الشيء. طب لو مش نافع يرجعه، يشوف بقى مع أب اعترافه طريقة يقدر يرجع هذا الشيء مرة تانية. طب واحد شهر بناس وقال كلام على ناس ما حصلش وعمل حاجات زي كده، لازم برضه يسعى تاني ان هو يعمل ايه؟ يصحح. أما التوبة معناها ايه؟ التوبة معناها تصحيح للخطأ. أما زكى هنا بقى فالحقيقة توبته كانت توبة عجيبة قوي. ليه؟ لأن هو الحقيقة طبق الشريعة بحذافيرها، بل أكثر، بل طبق أقصى عقوبة للشريعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تعتبر أقصى عقوبة ممكن يفرضها القانون على لص هو اللي قاله زكى ده. فخروج 22 يقول إيه مثلا؟ السرق إنسان ثورا أو شاه فذبحه أو باعه، يعمل إيه؟ قال لك يعوض عن الثور بخمسة ثيران. يعني إيه؟ أرد له أربعة أضعافه زي ما زكى قال، وعن الشاه بأربعة من الغنم. وفي صموئيل الثاني يقول إيه؟ لما القصة بتاعت داود لما أخطأ وجاله نسان النبي وقال له واحد أخذ غنمة بتاعت جاره، فاكرين القصة دي؟ فإيه اللي حصل هنا؟ داود بقى لما اتضايق قوي قال حي هو الرب إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أربعة أضعاف، لأنه فعل هذا الأمر ولم يشفق. طبعا داود ما كانش واخد باله انه بيتكلم مش على نعجة، لكن بيتكلم عليه هو وخطيته لما أخطأ مع امرأة أولي الحث. فعمل هنا قال إيه؟ قال أرد أربعة أضعاف. ونفس الكلام في عدد خمسة لما بيقول كده هو إذ أذنبت تلك النفس فلتقر بخطيئتها التي عملت وترد ما أذنبت به بعينيه وتزيد عليه خمسة وتدفعه للذي أذنبت إليه. ياه، يعني معنى كده زكي كان إيه؟ كان عارف كده، فقال له أنا مستعد أدفع لحد نص أموالي، مع إن الشريعة كانت تقول إيه؟ خمسة أربعة أضعاف بس كفاية، أو خمسة يعني خمس يعني، لكن هو قال لا أنا هطبق على نفسي أقصى عقوبة. عشان كده التوبة بتاعت زكي كانت توبة عملية أو فيها تصحيح للغلط، فيها كمان إن هو شايف نفسه مدان ويحاول يصلح على قد ما يقدر حتى لو أقصى العقوبة يطبقها على نفسه، زائد إنه يبدأ يمشي في السكة العكسية إنه يعمل إيه؟ يبدأ يدي بدل ما هو كان بياخد من الناس. فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت إذ هو أيضا ابن إبراهيم لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. على فكرة الإنجيل ده بيتقلي دايما في صلاة التبريك، لما ابونا يخش أي بيت ويصلي فيه صلاة تبريك يتقلي الإنجيل بتاع زكى ده. اشمعنى؟ عشان هذه الآية الجميلة أو اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. معناه إن البيت ده اللي هيتصلى فيه او ابونا هيصلي فيه ويرش فيه ميه عشان يبارك البيت، ان كل واحد مطالب انه يرجع يلزق في ربنا يقدم توبه فيحصل خلاص لاهل هذا البيت.
طبعا أول حاجة معناها إيه؟ معناها إن زكا هنا ربنا يسوع يقول اليوم حصل خلاص ليه؟ لأهل هذا البيت. طب هو مين محور القصة كلها؟ نتكلم على زكا. طب قول لهذه النفس ليه لهذا البيت؟ ليه لهذا البيت؟ لأن مجرد ما إنسان تائب داخل البيت يقود البيت كله إلى التوب، يقود البيت كله إلى المسيح. لو إنسان واحد ليه علاقة قوية أوي بربنا يجتذب البيت كله للمسيح، خميرة صغيرة ها تخمر العجين كله. ساعات الواحد يبقى إيه يقول يا أبونا فلان وفلان وفلان، أقول له طب ما تركز أنت شوية مع نفسك، إيه رأيك بقى؟ تم في صلواتك وحياتك مع ربنا، شوف ربنا يعمل إيه، هتكون نور وسط العالم، هتكون ملح وسط الأرض. هيحصل خلاص لهذا البيت بسبب خلاص زكا، بسبب خلاص هذا الإنسان. فكل عضو مسؤول عن خلاص البيت ككل، زي ما قال ربنا يسوع في الصلاة الختامية في يوحنا 17: الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد. ليه؟ لأن المسيح كان واضح وكانت حياته قدوة وسط كل الناس. بيقول حتى على الأم، شوفوا قد إيه معلمنا بولس في تيموساوس يقول: ولكن المرأة ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. يعني ممكن حياة أم حلوة خالص داخل البيت تقود ولادها كلهم للسماء؟ طبعا. زي مين؟ زي القديسة مونيكا، القديس أغسطينوس. شوفوا قد إيه فضلت تصلي عشان هذا الإنسان، حتى أن القديس أمبروسيوس قال لها: لا يمكن أن يهلك أبدا ابن هذه الدموع، مش ممكن يهلك أبدا ابن هذه الدموع. أفتكر قصة مرة حكالنا أحد الآباء عن واحد جه يعترف عنده وقال له: أبونا أنا عاوز أعترف. قال له: طب اتفضل حبيبي. فالرجل قاعد يعترف، وبعدين أبونا بيقول له: أنت أصلا ليك أب اعتراف؟ قال له: يا أبونا أنا من أكتر من 25 سنة ما دخلتش كنيسة. وما قال له: طب بعد ما خلص يعني؟ قال له: طب ممكن أسألك سؤال، إيه اللي خلاك تيجي تعترف النهاردة؟ قال له: هقول لك، أنا ابني بيحضر معاكم هنا في الكنيسة، وبعدين أنا إنسان رجل أعمال ومشغول بشركاتي ومصانعي والهيصة دي كلها، وبعدين جي ابني من فترة كده قال له: بابا أنت ما بتحبش تيجي معانا الكنيسة ليه؟ وقال له: حبيبي ما أنت بتروح كويس وبتاع، وأنا مشغول بقى، أنت شايف الشغل وبعمل لكم وبعمل لكم الكلام ده. فالولد قال له حاجة جميلة، قال له: طب بابا ممكن أقرأ لك الإنجيل وأنت قاعد تاكل كده يعني، وترجع من الشغل وأنت قاعد ممكن أقعد جنبك كده أقرأ لك الإنجيل؟ فالأب قال له: طب يا ابني مفيش مانع. فالولد يجيب الإنجيل، أول لما بابا يرجع من الشغل يغسل إيده ويقعد ياكل، والابن قاعد جنبه إيه يقرأ له في الإنجيل، يخلص ولد يقفل الإنجيل ويقوم. فضل على الحال ده باستمرار. لو الولد عنده مشوار او غايب اليوم ده، تلاقي الاب يسأل: هو فين فلان النهارده؟ مش موجود ليه؟ قال له: بس ده راح مشوار كده او جاي او عنده حاجه النهارده. يقول لهم: طيب يعني ايه بقى؟ هو يسأل عشان خاطر ايه؟ عاوز يسمع الانجيل. بعدين جه في مره من مرات دخل الولد كده قال له: يا ابني تعالى انا عاوز اتكلم معاك. قال له: عاوز ايه يا بابا؟ قال له: بص يا ابني، عاوزك تعرف احنا عندنا ايه، مصانعنا شغاله ازاي، وعندنا ايه في البنوك هنا وهنا وهنا، انا عامل لكم ايه وسايب لكم ايه وعامل لكم كذا. فلقى الولد بيعيط يعني دمعته نزلت كده. قال له: يا ابني مالك متضايق ليه؟ ما تقلقش، ده انا عامل حاجات اكتر من كده لسه ما كملتش. قال له: انا مش عاوز كل ده، انا خايف عليك انت. قال له: يعني ايه خايف عليا انا؟ قال له: لو انت دلوقتي رحت السماء هتعمل ايه قدام ربنا؟ عملت حاجات حلوة كتيرة، بس عملت ايه لفوق للسماء؟ فلقى كلمة هزت هذا الأب، كلم بمنتهى الهدوء كده وبمنتهى الاتضاع الحلو، فخلت هذا الإنسان يجري يروح ايه؟ يعترف. وتحرك هذا الإنسان وحصل خلاص لهذا البيت بسبب هذا الإنسان اللي كان موجود جوه البيت. إذ هو أيضا ابن الإبراهيم، هو كان ابن الإبراهيم بالمنظر، كان يهودي منظر كده بس، لكن في الحقيقة مش ابن الإبراهيم. إمتى صار هذا الإنسان ابن الإبراهيم؟ بإيمانه العملي، لما قدم توبة وبدأ يقرب لربنا بجد. لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. هنا بقى أعلن إيه؟ أعلن أن هذا الإنسان في نظركم كلكم هو إيه؟ إنسان هالك طبعا، واحد ماشي في طريق الغلط. ليه إنسان تتكلم، الناس تتكلم عليه؟ مين فكر يصلي عشان هذا الإنسان؟ مين فكر يحاول يحط اسمه على المذبح باستمرار؟ عشان كده اللي كان في نظركم هذا الإنسان هالك ما يخلص ويخلص ما هلك، الحقيقة في نظر ربنا إنه لسه له إيه؟
فرصة عشان يتوب ويرجع لربنا حتى لو في آخر نفس في حياة هذا الإنسان. ما قد هلك معناها إيه؟ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك إيه؟ كل من يؤمن به، بل تكون لهم الحياة الأبدية. بعد ما اتكلم ربنا يسوع عن هذا المثل، طبعا إيه بقى؟ هم كان في طريقهم لفين؟ لأورشليم. وطبعا بعد كده طريق الأورشليم ده للدخول النهائي بقى لأورشليم قبل إيه؟ قبل طريق الألام. فيبدأ يتكلم هنا عن مثل عشان يصحح هذه المفاهيم في وسط الجموع اللي حواليه وسط التلاميذ. يقول وإذ كانوا يسمعون هذا، سمعين بقى المثل اللي ربنا يسوع بيقوله، وسمعين الحوار اللي بينه وبين زكا، وقبلها شفائه للأعمى وهكذا. إذ كانوا يسمعون هذا الحديث اللي موجود مع زكا، فقال مثلا. نقل بقى من إيه؟ من حديث مع زكا إلى مثل، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. يعني إيه؟ كانوا خلاص بقى قرب يخش على أورشليم، وهم عارفين لما يجي يخش أورشليم إيه؟ هو ده بقى الزيارة لقرب العيد، فبالتالي الناس كلها سمع عن المسيح، فبالتالي هيملكوه ملك على إيه؟ على قلوبهم. لا، ده ملك عام بقى يخلصهم من الرومان ويخلصهم من القصة دي، هو ده المسيح الملك الأرضي المنتظر في نظر اليهود وفي نظر التلاميذ. عشان كده بيقولوا إيه؟ يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر، يعني هيجي بقى يملك، هيخش بالموقف بتاعه دي بانه. عشان كده حتى استقبلوه إيه وهو دخل أورشليم؟ موقف ملك ظافر راكب، المفروض يبقى راكب على حصان يعني، لكن هو دخل بالتضاع راكب على ايه؟ على اتان. فانتهز فرصة هنا ربنا يسوع ان يكلمهم عن ايه بقى؟ الاستعداد لملكوت الله الحقيقي العتيد ان يكون عن الابدية، مش عن الملكوت الارضي. فقال انسان شريف الجنس ذهب الى قرى بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. من هو هذا الإنسان الشريف الجنس؟ هو المسيح، هو ربنا يسوع إلهنا الحقيقي الذي جاء لكي ما إيه؟ لكي ما يخلصنا، تجسد لأجل ما يخلصنا. ذهب إلى قرى بعيدة، يعني إيه؟ يعني راح للسماء عشان إيه؟ بعد ما خلص عمله وإتمامه الفداء يرجع لكي ما يملك ونملك معه في السماء. ويرجع، يرجع إيه بقى؟ في مجيئه، ها؟ مجيئه الثاني ليه يرجع ليه بقى؟ عشان يدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله. فدعا 10 عبيد وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى آجي. 10 عبيد، كلمة 10 هنا معناها يمثل إيه؟ يمثل البشرية اللي في العالم كله، أن الله جاء وأعطى إمكانيات ومواهب ووزنات لكل الناس اللي موجودين في العالم. عدد 10 ده أو رقم 10 زي رقم 7 يشير إلى الكمال. 10 أمناء، أمناء دي جمع منة، وهو إيه؟ دي عملة من الفضة تساوي حوالي 100 درهم. 100 درهم دي تساوي أجرة العامل في حوالي 3 شهور، يعني مبلغ قوي. تخيل واحد واخد مرتبه يعني إن أدفانس كده، واخده مقدم لمدة 3 شهور. فرقم 100 ده يشير إلى الكمال، فكمال المواهب اللي الله أعطاها لكل واحد فينا، كل واحد عنده موهبة معينة. وتاجروا، قال لهم تاجروا حتى آتي، يعني إيه بقى؟ لحد لما أجي عشان إيه؟ نتحاسب مع بعض، سبت لكم وزنة، سبت لكم مواهب عشان إيه؟ عشان نتحاسب عليها بعد لما أجي مرة تانية. تاجروا دي معناها إيه؟ معناها استخدموا الإمكانيات الحلوة اللي اديتها لكم دي عشان تربحوا بيها وزنات تانية كتيرة، تربحوا بها ثمار. فربنا حاطط الروح القدس كل جوه كل واحد فينا، جوه كل واحد فينا. هدفه ايه من الروح القدس اللي جوانا ده؟ ان ناتي بثمار. اما ثمر الروح فهو زي ما انتم عارفين بقى، محبة، فرح، سلام، طول اناه، لطف، صلاح، وداع، ايمان. ويقول معلمنا بولس في كورنثوس يقول لك انواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد.
ولكن الروح واحد، أنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد. كل واحد ليه موهبة، في واحد شاطر قوي إداري شاطر قوي فقدر يكسب الناس اللي معاه وماشي الدنيا بشكل إداري كويس، في واحد عنده موهبة عطاء قوي فعمال طول الوقت عمال يدي وينمو فيها باستمرار، واحد يحب حياة الهدوء وحياة الخلوة فيجاهد فيها وينمو في هذه الحياة مع ربنا. فكل واحد ربنا مديله شيء حتى لو شيء بسيط، وهذا الشيء حتى لو صغير له قيمة أمام الله، له قيمة أمام الله. أفتكر قصة يمكن كلكم عارفينها بسيطة قوي عن إنسان بسيط. كان الإنسان ده بيلعب في سيرك كده أكروبات ويعمل نفسه كده زي البلياتشو يضحك الناس، وبعدين بدأ يكبر شوية في السن فقال بقى إيه يعني أنا عاوز أروح وأقرب من ربنا وعاوز أبدأ أصلي. فراح لأبونا في الكنيسة وقال له يا أبونا أنا نفسي أجي أساعد معاك وأخدم معاك في الكنيسة. فقال له حبيبي طب أنت بتشتغل إيه؟ قال له بشتغل بلياتشو يعني في سيرك. فقال له طب يعني أبونا فكر إيه هيساعد معانا في إيه؟ قال له يا ابني مش عارف أقول لك إيه، طب أقول لك حاجة تقدر تنظف الكنيسة. قال له أيوة دي أحسن حاجة ننفع فيها. فقال له ليه؟ قال له ما أنا بمشي بقى على الحديد والحبل والحاجات العالية دي فأقدر أطلع أماكن العالية ونظف وأعمل. قال له طيب يا ابني. فالراجل انبسط قوي وبقعد ينظف بقى ويجيب ويحط مش عارف ايه وينزل يحط حاجات ويطلع ينظف الكنيسه. لحد مره في مرات ابونا كده جه بالليل، كانت الكنيسه من خشب وابونا نايم سمع خبطه في الكنيسه جامد قوي. فابونا قام مخضوض نزل في الكنيسه بص لقى هذا الانسان لابس لبس بتاعه بتاع السيرك ده وحاطط الفول ميك اب بتاعه وبتاعه وقاعد عمال يتنطط قدام صوره العطر. فابونا اتضايق قال له يا ابني ينفع كده؟ دي كنيسه بيت ربنا نعملها كده مهرجان وسيرك كده؟ وايه اللي انت لابسه وازاي تعمل كده في الكنيسه؟ قال له يا ابونا معلش حقك عليا سامحني بس انا مش انا السبب. قال له ليه؟ قال له قعدت وانضف ايقونه بتاعت العذراء ورا حسيت ان العذراء وشها ايه؟ يعني صارم كده شويه، حسيت انها زعلانه فقلت افرحها. قاعد افرحها ازاي؟ ده اللي جه في ذهني، رحت عملت الشغل بتاعي بتاع زمان ده وقعدت اعمل شويه حاجات وغيره. قال له وبعدين؟ قال له بس يعني هي انبسطت يعني. قال له ازاي يعني؟ قال له طلعت ايديها وبدات تمسح لي عرقي وانا عمال اتنطط واعمل كده. فهنا طبعا ايه ابتسم قال له طب يا ابني بلاش بالليل كده وبعدين يعني خليك في الشغل التاني احسن وهكذا. طبعا عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول لك ان اي عمل حتى لو كان بسيط الله ينظر لأمانة في هذا العمل. عشان كده هنشوف دلوقتي ان التقييم هيكون على اساس ايه؟ اساس أمانة هذا الانسان في عمله. مش بس كده، وهذا العمل طالع من القلب بجد ولا منظر بس كده قدام الناس وخلاص؟ ساعات واحد يمثل سامحوني يعني يمثل المحبة ويمثل الاتضاع، لكن ربنا ايه؟ الله ينظر الى القلب، شايف قلب كل واحد ايه وشكله ايه. فربنا يقبل اي تقدمة طالما متقدمة بامانة متقدمة بقلب ومتقدمة باتضاع زي هذا الانسان. كل واحد ليه موهبة، واحد موهبته في بيته، واحد موهبته في خدمته، واحد موهبته في وسط شغله. يا ما ناس ما نعرفش عنهم صدقوني اي حاجه وبعدين نسمع عنهم كلام كتير قوي وقت ما بيروحوا السماء، مع ان كله بيخدم في كنيسه ولا هنا ولا هنا لكنه قلب بسيط خالص جدا جدا جدا. لسه قريب حد بيحكي لي عن انسان سافر السماء وبيقول لي هذا الانسان ازاي الانسان ده علمنا، حد من ولاده بيقول لي علمنا يعني ايه ربنا وحببنا في الكنيسه. قالوا لي ده كان راجل بسيط لا بيعرف يقرا ولا بيعرف يكتب، لكن كل يوم حد كان لازم يصحينا الصبح بدري ويحركنا عشان نيجي القداس، لحد لما خلاص جه وقته وقال لابنه شغل لي يا حبيبي مزامير كده عشان اتكلم بيها مع ربنا، شغل له مزامير وسافر السماء، مع انه ما كانش بيعرف كل. ياه معقولة يا رب في ناس كده بتجري تسبقنا كده؟ لأنها ناس كانت أمينة في هذه الوزنة أو المن اللي ربنا ادهولهم عشان يتاجروا به. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إيه؟ إكليل حياة. أمين في علاقته مع ربنا وأمين في علاقته مع الناس اللي حواليه. عشان كده هيجي في الآخر هيطلع واحد قال له طب ما كنت اديتها لسيارفة يعني عشان إيه؟ عشان خاطر تتاجر وتربح. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا. هنا بقى بيشاور على إيه بقى؟ بيشاور على أبناء البشر أنهم مختلفين، ربنا خلقهم على صورته وعلى مثاله، ولكن بالأكثر في ناس رافضين زي اليهود اللي رافضين المسيح.
لا نريد أن هذا يملك علينا. زي ما يحصل فين في أورشليم، وهو داخل أورشليم يقول له أصلنا يا ابن داود، وبعدها بخمس ست أيام يقول له إيه أسلوبه، ليس لنا ملك، مش عايزين يملك علينا، ليس لنا ملك إلا قيصر. وزي ما بيشاور برضو لأباء الرسل إن هو بعد ما ربنا يسوع هيصعد للسماء إيه اللي هيحصل، لا نريد أن هذا يملك علينا، برضو مش عاوزين البشارة من فم الأباء الرسل بعد صعود المسيح. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. لما يرجع يعني إيه بقى؟ في مجيئه الثاني، في مجيئه الثاني. أول مجيء هو لأجل إيه؟ ليس لأجل الدينونة، ما جئت لأدين أحد بل لأخلص العالم. أمال إيه يا رب ما فيش دينونة؟ قال لا، ده في مجيء تاني هو اللي هيكون فيه هذه الدينونة. بعدما أخذ الملك يعني بعد ما طلع في السماء وبعد ما ملك على خشبة وبعد ما ارتفع بصعوده، هيجي أيضا في مجيئه التاني يدعي إليه أولئك العبيد، يعني هيجمع كل واحد يوم الدينونة عشان كل واحد يقدم حساب عن ماذا أخذ من الله من مواهب ومن كلمة ربنا. يقول إيه؟ الذين أعطاهم الفضة. يعني إيه أعطاهم الفضة؟ هو أعطى عبيده 10 أمناء، معناها إن مش بس المواهب، ده كمان الله أعطى كلمته لكل واحد فينا، وصيته لكل واحد فينا. ليه؟ لأن المزمور يقول إيه؟ يقول لك كلام الرب كلام نقي فضة مصفاة، قد صفيت 7 مرات. معناها إن كلمة ربنا أو وصية ربنا دي محتاجين نجاهد فيها وننمو فيها، نجاهد فيها وننمو فيها، ليعرف بما تاجر كل واحد، عشان يعلن بر كل إنسان تاجر وربح، والإنسان اللي ما تاجرش هو كمان يعطيه مجازاة. يا ترى كل واحد تاجر وصل لحد فين؟ إيه مدى جهاد كل واحد وصل لحد فين؟ بعد ما تمم الفداء على الصليب ونزل وأيد الشيطان وبعد ما صعد للسماء، هيجي أيضا في مجيئه التاني عشان يقول إيه بقى؟ كل واحد يقدم عن حساب وكالته. اللي انت خدته من المواهب دي وكلمة ربنا والوصية اللي انت سمعتها جهدت فيها قد إيه عشان نقدم عنها هذا الحساب. فيبدأ بقى إيه؟ يدينا كل واحد هيعمل معاه إيه؟ هيعمل إيه مع الأولاني وهيعمل إيه مع التاني؟ من عدد 16، من أحيان الرب وعشنا، من المرة الجاية نكمل من عدد 16. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.